والأنصار كان حتى اللي غضبوا كان حتى صحراوي ومن هجمونا ومن جبش حساسيون ومن الفحوش يعني الحمد لله شفنا اليوم يعني أنا ما نقولش غير أنا ما يهمنيش غير كي رجعنا للبريمير بارسكو حنا بريمير بلاص كيما نقولوا رانا مازلنا رانا لعبنا كل 9 ماتش ومازلنا 21 ماتش يعني مازال الدور طويل 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 ما نخطوش نهضر الصداره ومن اليوم نبداو نفرحوا لانه مازال امام كي نقولوا 21 فتره 63 نقطه رانا مازلنا نلعبوها ان شاء الله وحنا اليوم عندنا 18 بوان الحمد لله ولكن نفرح بحاجه واحده اللي راهو جانا مدرب كبير يعني حتى شفناها في الملعب يعني اول حاجه اول فوز اليوم اتحاد مدينه عنابه ملي بدا الموسم بهدفين مقابل صفر مالغري يعني شفنا باللي لو تيران اللي تي ترولور يعني ولا المطار صبت 4-5 ايام وركح الماء ياسر حتى لي بومبي البارح بارك الله فيهم ودي جياس بقاو حتى 4-5 الصباح يعني نطفوا الملعب نشوفوها سهل هنا في الانتربيان في الغداء نشوفوها في الملعب يعني وين تعبوا ونشكر كذلك المدرب الكوتش اللي انا باه هو من اكبر المدربين يعني من القسم الاول نشكر لولا حب العنابه وانا كاين صحفيين وسالوا قال لي كيفاش يعني قدر الكوتش يتقبل هذا الكوتش هو تقبل لانه ما جاش الفريق في الاماطي هو جا فريق كبير واليوم الكوتش كيهضر ما قالش انا جيت نطلع النبا قال جيت نرجع النبا الى ما كانت لانه هو عدى على شارك ويشارك يشارك ان شاء الله وكذلك الكوتش هو من ولد النبا هو من ولد قال ما ولد النبا عاش هنا حكم الفريق ونكون فريق ونلعب مع فرق ونيا نحكم فرق كبار كيف ياسكا كيف ليدا كيما نعرف مولودية الجزائر فرق كبار يعني الحمد لله احنا اللمس اللي كان قصدنا وانا الشيء اللي تحدثته على تهاني صحراوي يعني اليوم شفنا سور تيران يعني كنا نلعبوا ديفونسيف 5-3-2 5-4-1 يعني جامي ما شفنا فريق قدار كيما هك ولا مشى يعني واحد كيما وائل شكري كان في البنك ما لعبش خلاص ما شفناه اليوم يعني متحرر كذلك شفنا كموخ يعني انا حرت في اللي جواه يعني كموخ كيلعب يعني رقم 8 اليوم شفناه يعني كيلعب ريكوبيرات ديفونسيف اوفونسيف وتحرر يعني شفناه واش كان دارو والطويل كذلك شفنا كيلعب في البوست تاعو يعني الشيء اللي كنا نتظاهر كانهم لي جوار كانوا مربوطين وتسيبوا هذا هو الشيء اللي نقول فيه انا من قبل لي جوار عندنا ما من عندنا دوكا اللي بعض الاسئله يعني وشفت بعض الصحفيين قالوا احنا اللي ترون جوار انا نقول لكم يا ناس ما من ترون ليسونس اللي درناهم اليوم الكوتش عنده دو تروز ايكيب يقدر يديرهم يعني شفنا لعبنا يعني مقابل بريمير ميتون ما شاء الله دخلنا دوزيام ميتون زدنا لعبنا على الكيف وتوكورت سي با نابورت كيف الكيف توكورت راهي تحتنا بنبوا كانت وتوكورت راه عندها هجوم قوي وشفناه يعني في اللمسات يعني في الكونتر اتاك فريق قوي فيزيكمون شفتهم كيفاش يعني ما ربحناش نابورت كيف الكيف راهم هما كذلك فريق كبير في الجروب تاعنا تاع الهاوي هذا العام ان شاء الله والحاجه اللي شفناها يعني حتى اللي دخلوا من البنك يعني كيف بفرحات كيف محيو يعني كيفاش جابوا البلايص يعني نشكر كوتش مع الناس يعني شك فيها وين شاف وفهم تسويت لاكس وخرج البون بعد ما خرج لاكس دخل لنا محيو وين يعني شفناها ستيباليزاسيون دو ليكيب وهذه اللي فرقت عليها احنا من قبل يعني قبل ما كانتش لمسات ما كان احنا كنا نقولوا لا لا مانيير نقولوا نربحوا بلا لا مانيير احنا لعبنا الاولى خسرنا لا لا مانيير اليوم شفناها في زوز اليوم حتى في يعني الجمهور العنابي الهنصار اللي هو ليكاس تمتعوا بالفوتبول هذا هو الشيء اللي فرقت عليه ان باذن الله نلعبوا لاكسيسيون ونتمتعوا بالفوتبول لان عنابه مدينه كبيره تستاهل تشوف الفوتبول، احنا مش نقفل ونلعب ماركيتي ماركيتي وماركيتي السلام عليكم، هذا هو ان شاء الله والحمد لله على هذا الفوز والكوتش مازال عنده يعني ولو يعني كما عرفتوا الكوتش عنده ثلاث ايام اللي جا مالكري يعني شفت انطينا اثنين ثلاث اربع الخميس بارك الله سانتا لي جوار ديبيان وان كانت يعني ثاني الاحوال الجويه يعني ما خلاتناش يعني نخدم مليح وان كان ولو خير تاع ربي شتا كبيره ما حبستش ومالغري سا يعني فيزيكمون تشوف لي جوار دي بارابول للماتش الاخر تاع فيلاج موسى ومازال يعني الحمد لله يعني اسبوع مازال 12 ايام عندنا ماتش اللي لازم تاني نرقصوا عليه مليح اليوم اللي هو نروحوا للخروب سي تا ماتش لازم نجيبوه باذن الله وكذلك عندنا لاكوب السبت ورانا ان شاء الله دوك الكوتش هو اللي راح ان شاء الله راه يخمم وراه يعطينا البروغرام ونقول لكم صبروا معنا الهولي كان يعني كيما شفنا اليوم حتى السيد الوالي نحترمه ونفرح معنا وجاء ولا قال راني ندعمكم يعني جاء السيد الوالي اليوم بيبعث رساله رسالته باينه وتكلم في الاخير مع قناه النهار وان كل وان جيت اليوم
راني مع الفريق اتحاد مدينة عنبة بديل ومعنوي، راني معكم ولاكسيسيون كلو فوت برك 23 ان شاء الله فهم ان لو 23 ان شاء الله نعقب 23 هذا. ونشكر كذلك الامن، نشكر كما شفنا يعني كما رئيس الامن بعث يعني سي ورا، وكذلك نشكر السيد الوالي على الدعم اللي هضر عليه باسكو قال يعني راني بعد 23 ان شاء الله راح نبدا ندعم الفريق، وين راح يفوت عليه الفوت على بنيه ما تديش فيها سي موش قال. وكما هضرت انا قبل تكلمت والبرنسيبتور ديسمبر راح نلموا الشركات الخاصه والعموميه، وين كذلك يعني من لابيبي من كذلك من الولايه ومن البلديه، وحنا يعني هدفنا واحد هو نطلعوا الفريق تاع عنابه والله ما يستاهل يلعب في الهاوي. يعني كي شفنا الفريق بليغ مانجيت واحد 30 ميل وبدا يرجع حاجه اللي منها كيما قال الكوتش قالها لي في لي فيستيال، هو قلناها من قبل الجمهور العنابي يحب الفوتبول ديجا الناس بدا تشوف لي كاين فوتبول، لانه احنا ماناش كيما دي زيكيب اخرى، احنا ما تربح 4-5 ماتش وما يكونش اداء تاع فوتبول الناس ما تجيكش. احنا اليوم شفنا فيزو شفنا وين الكوتش جديد يعني جديد كي نقولوا في العام هذا يعني هو تاع عنابه وليكيب تاعو يعرفها مليح، شفنا الاداء وانا فرحان لانه الجمهور راهو فرحان وخارج فرحان، وحتى السيد الوالي يعني شفناه نتصفق على قد اللقطه يعني شفنا كم موقع في بونص لادار وانا شفنا طويل، ويعني كذلك شفنا يعني سبحان الله في الطاي شفنا يعني فريق كبير ان شاء الله للامام وطلعوا وفرحوا في خدمه ان شاء الله.